شحال كتصرف النهار ديال الفلوس؟ واه على حساب صديق بون فهمتي، نهار عادي 30 درهم. اختي ما نكذبش عليك، على حساب داكشي اللي عندي. تقدر تكون عندك 50 درهم تخسرها، 10 درهم تخسرها، تقريبا ما بين 30 درهم 25 درهم. كنصرفت 10 درهم ترونسبور، الماكله في الدار، بعض المرات هذيك 10 درهم ما كتوصلهاش. بحال انا دابا تنجي في طاكسي وتمشي فابور في الطوبيس، عندي 40 درهم، عندي 400 ريال ديال ترونسبور، 5 دراهم الو غوتور، عندي دو لين كنمشي بهم، دو لين كنرجع بهم. مشي ليا في ترونسبور في الفطور كنجي بها لافاك، وفي العشيه ملي كنرجع ما كيبقى عندي شي حاجه منها. عندي موتور كندير ليسونس وصافي، قهوه ولا بعد مرات ساندويتش صافي. خصني 50 درهم في النهار يلاه مع الفطور ديال الصباح وباش نتغدى، ولا بغيت شي حاجه هكا من البوفات خاصاني، و20 درهم ديال الغداء كتجيبي ساندويتش عادي يعني داير 10 درهم ما كتخلص. باش تخلي ديك الفلوس اتخسرها في حاجه اخرى، خاصك بوليكوبي، خاصك هادي، خاصك هادي. يلا تكفيني في ترونسبور، حيت انا تقريبا 40 درهم في ترونسبور في النهار، 4 طاكسيات. انا 50 درهم ساتيسفي يعني قداني كامله بور لي بيزوان، راه هي سوفيزونت. ولكن الا بغيتي تاكلي شي حاجه اللي مزيانه ونقيه وبنينه راه ما قاداش. كنمشي كنخدم، كنمشي كنصوفي راسي، فهمتي هادشي اللي كندير. لا ما خدامش انا دابا كنقرا. واكيد والدينا ما غاديش يبغيو يحرمونا من شي حاجه اللي حنا باغيينها، وما راهم كيديروا لو ماكسيموم. المهم كتمشي على حساب الجيب ديالك وصافي. هي ما تنساوش تلايكيو لاباج ديالنا في الفيسبوك وتابوناو عندنا في لاشين يوتيوب. ميرسي، شكرا.